بعد الفاصل في تاني فقراتنا، واحنا النهارده طبعا حابين نتكلم عن الارشاد النفسي. حابه ابدا بجمله لطيفه جدا عجبتني، بتقول: حذاء الرجل امام باب المنزل حصن حصين لا يعرف قيمته الا من فقده. فبالله رفقا بالرجال. يا جماعة الرجالة مش وحشين زي ما احنا متصورين. في ناس كتيرة بتقول ان الراجل بيه وعليه وبيعمل وجمل كتيرة قوي احنا بنسمعها، تمام؟ فالرجالة مش وحشين زي ما احنا متصورين، رجالة كويسين جدا طبعا. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة مهمة جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية. فإحنا عاوزين حياة زوجية سعيدة جدا، لأن نسب الطلاق زادت جدا في الفترة الأخيرة طبعا، وازدياد رهيب جدا رهيب جدا، وبالأخص كلها. طبعا إحنا بنشوف لسه في أول سنة أو تاني سنة من الزواج بنلاقي النسبة زادت جدا، والمشكلة انفصال مع وجود أطفال. تمام. فدي برضه كارثة من الكوارث الكبيرة جدا اللي بيدفع ثمنها هو الطفل الصغير. وبنلاقي طبعا أطفال شوارع وأطفال مشردين ومرضى نفسيين. دي كثافة يعني، ممكن اللي بيشوف محطة القطر يشوف كان نماذج حية كتير جدا وفي الميادين موجودين، واللي قاعدين في الشارع يعني حتى في الشتاء. تمام. بلا مأوى، المنظر يعني صعب جدا حد يتحمله. أنا قلت رفقا بالرجال. تمام. فالراجل عموما بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة وأربعة علشان خاطر يكفي بيته ويحقق لحضرتك حياة كريم. فمطحون يعني في الشارع، مطحون في شغله، بيستحمل غلاسة مديره، مش بينام كويس علشان يحقق طبعا حياة كريم. فالمفروض طبعا يعني اللي حضرتك تعمليه، أول ما يجي يا ستي خليه أول ما يدخل البيت يبقى بالنسبة له جنة مش سجن. فأنا هدي نموذجين. راجل بيكون عاوز يخلص شغله بسرعه قوي ويرجع بيته، ليه؟ لانه بالنسبه له جنه، لاقي فيه الراحه والهدوء. يرجع بقى طبعا، مستر راجل هيحكي يرجع الى مكانه والدنيا مظبوطه فبيسعد بذلك. تمام. نموذج تاني بقى، لا هو عاوز يشتغل على طول وما يرجعش البيت خالص. ليه؟ لانه بالنسبه له سجن، سجن كبير جدا، مفيش هدوء. اول ما بيدخل هات فلوس، مصاريف معرفش مدارس، مصاريف الدروس، اختك عملت، مامتك جت وقالت لي، ولادك بيتخانقوا، بيعملوا كذا بيعملوا كذا. اول الراجل ما يدخل كده، يا ستي دلعيه، قول له كلمتين حلوين يعني ستيب باي ستيب، واحده واحده. ايوه يعني ياخد راحته وبعد كده ايه، خليك ياخد شاور لسه تشتغل يعني ينفض التراب اللي جاي له من العالم الخارجي ده، لان العالم الخارجي اصلا بره قاسي. أيوة جدا، قاسي جدا، موحش جداً. موحش للغايه. فانا المفروض بيتنا ده يبقى جنه بالظبط. تمام. في ناس بقى هتقول لي: طيب يا ريت كل الزوجات تعمل كده ومعرفش ايه والكلام ده كله. عموما الحياه هات وخد. فانا لما بديك مشاركة تمام، فانا بديك حب، بديك اهتمام، بديك عطاء، اكيد انت كمان هتشاركني نفس الشيء. ده اكيد. يعني مراتي بتهتم بيا، بتدلعني، بتعاملني كويس قوي، موفره لي البيت جو لائق ان انا اعيش فيه، في راحه. فبالتالي مش هيسيب البيت ويروح مثلا على الكافيه او الاصحاب او في اتجاه تاني بقى، ان هو يبص بره. عاوز اتجوز، طب ما هو في ايدك اهو، في ايدك، دلعيه يا ستي، قولي له كلمتين حلوين. بدل ما الاقي الامور التانيه متاحه. ايوه، ما هو اللي بيخلي الراجل يبص بره لانه بيلاقي الاهتمام، بيلاقي الراحه، بيلاقي الحنان من جانب تاني. ده حقيقي صح؟ اكيد مستر وائل طبعا راجل وهيقول الكلام ده. بتبقى طبعا الحياه كلها مدرسه، الحياه مدرسه طبعا، وعلى قدر ما انت بنشوف بنقابل الناس وبتشوف هنا وبتروح في كل الاماكن، فانت تلاقي نماذج كتير جدا قدامنا يعني على الساحه. بناخد منها دروس، ممكن ناخد منها عظات. تمام. بننصح الاخرين وبنحاول نمشي بالشكل الملائم. دلوقتي حابه اتكلم في نقطه، بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. تمام. فانا دلوقتي حضرتك موفره لي راحه في البيت وسكينه والدنيا زي الفل، ده هينعكس عليا في شغلي طبعا، هيكون في انتاجيه زياده طبعا. انا رايح الشغل كده مش مكشر وقرفان وزهقان، لا ده انا رايح مبسوط وفرحان والدنيا جميله جدا والحياه وردي. اداء ايجابي. ايوه، الاداء ايجابي، الدنيا تبقى زي الفل. ده اللي احنا عاوزينه يعني، حتى مثلا بالنسبه لطلبه الجامعه مثلا او المدرسين عموما اللي بيعلموا اي امتحان، مامهاتنا يعني الامهات يقولوا: يا رب كده يا بنتي اللي يعلم لك ورقتك تكون مراته راضيه عليه.
عشان ما يعكنش بالدرجه. ايوه حتى كده المدرس وهو شغال او الدكتور الجامعي المهندس تمام وهم شغالين في راحه في البيت في استقرار، ده بينعكس على ادائه في شغله، بننتج وبنكون افضل في اي مجال عموما ده طبعا بينعكس عليه. فما ينفعش اول ما يدخل البيت مصاريف هات ما اعرفش فلوس الدروس، ترتيب هو مش أيوة مش تهرب من المسؤوليات، واحده 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 نشارك بعض نشيل عن بعض بالزبط. اول ما يدخل كده كلمتين حلوين خليه ينفض التراب اللي جاي له يا عيني على هدومه ده من العالم الخارجي. يمكن لو لاحظنا برضو الغرب بيعمل ايه، لو انت شفت اي مشهد في الشارع كله ماشي مبتسم جد وفي انتاجيه، لا بيبتسموا لبعض حتى ما يعرفوش بعض، يعني الشارع كله مش هقول واحد هيبقى عارف الشارع كله طبعا. كله ماشي مبتسم جدا، يعني انت طبعا حديث شريف تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني حتى البسمه اللي بترسمها على وشك والاخرين بيشوفوا بيها دي حاجه فيها صدقه وفيها نفع ليك عند ربنا سبحانه وتعالى وحسن الجزاء دي مبدئيا. فالغرب كله بينفذ الكلام ده، مفيش حد مكشر، مفيش حد بيبقى ماشي كئيب كده او عنده مشاكل، لا كل حاجه تبقى سهله وبسيطه بالتخطيط. المشكله احنا يعني الراجل والست مختلفين عن بعض، كل انسان يعني كل واحد فيهم عنده مشاعر مختلفه عن التاني، طبيعه ده مختلفه عن طبيعه ده، مفيش اندماج تمام. فدلوقتي انا اتربيت في بيئه معينه، بابا مثلا بيعاملني بطريقه معينه، ماما بتعاملني بطريقه معينه، وهو كذلك اتربى في اتجاه تاني وبطريقه مختلفه. المشكله بقى لما بيتجوزوا كل واحد عاوز التاني يتبعه في كل حاجه، يكون صوره طبق الاصل منه، وده مستحيل طبعاً. فده اللي بيسبب الانفصال. فما ينفعش، لازم ان احنا يعني نشارك في بعض، مشاركه وفي اندماج وفي تنازلات. تنازلات بقى في ناس كتير تقول لك لا انا ما ينفعش ان انا اقدم تنازلات، ما ينفعش. هو ما فيش تنازلات يبقى في هنا عنجهيه شد، ايوه ده بيشد وده بيشد، في شد في شد في شد يبقى في انفصال. ايوه احنا مثلا زي الحبل كده، ما ينفعش كل واحد يشد، يعني مامتي دايما تقول مامتي دايما تقول لو طرف شد الطرف التاني يرخي. وكمان برضو في حاجه بتحصل لما يكون في خناق، او يعني مثلا حصل بينا وبين بعض اشكاليه، او احنا بنتناقش في امر معين، بتلاقي ده يعلي صوته الطرف التاني يعلي صوته. طب ده ينفع؟ لا، المفروض يبقى الامور تاخد بهدوء بشكل منطقي. تمام. انا مثلا لقيت جوزي راجع من الشغل طبعا في مشكله او قرفان او زهقان، فبتكلم معاه لقيته مش عاوز يتكلم، انا اسيبه المفروض لما يهدى بالظبط، يعني ياخد راحته تمام ويبدا يعني يستجم معنا صح. ايوه يبدا يومه يعني كانه بدايه اخرى، يعني يعيد التفكير في امور كثيره تمام، بعدها يبقى متقبل كل شيء تمام. لكن في اول مثلا معلش شغل خلاص، فطبعا يعني كانه هرب من الشغل وبينجو بنفسه، بيرجع ايوه للبيت بقى اللي هو مكان السكينه ده، مكان والراحة. النجاه ومكان الراحه بالنسبه له، هيبقى مكان النجاه اصبح فيه سوري في اللفظ يعني فيه مشاكل طالعه اول في وشه كده مره واحده، 1 2 3 4 5 6 اصبح كده مفيش نجاه بقى صح، ده فيه هلاك. فطبعا يطلع من شيء لشيء اصعب منه، بتبقى النفسيه الحياه بتحس ان ايوه فعلا النفسيه بتبقى وحشه جدا، ايوه فعلا انا مش مستحمل، فبالتالي انا مش هتقبل بقى، يعني انا جاي من شغل مضغوط قد يكون في مشاكل تمام عاوزه تتحل، فاصبح لازم يكون في جهه بترتب الامور دي وبتستقبلها استقبال بسيط، وفي نفس الوقت برضه في يعني مشاركه ان ناجل اي حاجه طالما الوضع لا يسمح. تمام. في اوقات كمان الراجل بيكون عايش في اللاشيء، يعني هو عنده صندوق اسود كده، عاوز يعني بيكون قاعد مثلا بيبص في التلفزيون بيقلب كده بالريموت، بس هو مش مع التلفزيون، هو مش مركز، هو عايش في اللاشيء، عاوز هدوء شويه. فما ينفعش انت تيجي تقول له ها قول لي انت بتفكر في مين؟ بتعمل ايه من ورايا؟ انت بتلعب بديلك زي ما بيقولوا كده؟ لا يا ست، سيبيه يسرح شويه بخياله، سيبيه يستجم، سيبيه يرتاح بالراحه. الحياه ابسط والله واسهل من كده بكتير لو كل طرف عرف اللي ليه وعرف اللي عليه، لكن للاسف كل واحد بيرمي كده على التاني، فده مش عايز يقدم تنازلات وده مش عايز يقدم تنازلات. التاني وبيطالبه ان هو ينفذ اللي هو عاوزه، طبعا دي صعبه، ما انا هترمي عليا وعاوز انفذ اللي انت عاوزه، طب انا هرمي على مين؟ تمام. لازم الحياه حلوه، الحياه حلوه وجميله، بس لما احنا بنختار صح، بنختار الشخص المناسب اللي يكون تفكيره موافق او متلائم مع تفكيرنا بالظبط. فالزواج في ناس كتيره بتكون محجمه عن الزواج، بتقول لك لا ده هيقيد حريتي، يقول لك العزوبيه بقى والسنجله جنتله وحاجات لطيفه والكلام ده كله. والله العظيم الزواج نعمه كبيره جدا من عند ربنا، بس لما تكون مع الشخص الصح بيخليك سعيد جدا، اللي بيكون اللي بيدعمك او بيدعمك، فاختاره صح، بيوقف في موقف معينه، بيحل اي مشكله او اي اشكاليه او اي
شيء معين، مشاركه حتى في المناقشه، المناقشه تبقى ايجابيه. تمام. مش لان في مناقشات بتبقى قايمه على الايه؟ الجذب والشد. تمام. والشد اكتر. تمام. يعني ما فيش حتى قبول ان هو ايه؟ الراي الاخر. لا دايما كل واحد عاوز، ايوه كل واحد انا رايي انا الصح، عاوز يفرض رايه. لا هو المنطق بيحاجد ان هو رايي صح، اللي هو اللي فيه فايده هو ده اللي يبقى ايه؟ سائل ومتفق عليه. تمام. لكن انا ما فيش فيه اتمسك برايي وافرضه مجرد لمجرد الفرد او لمجرد السيطره. تمام. او لمجرد الظهور، وده برضه ظهر كتير في الفتره الاخيره، فمحدش بيتحمل الكلام ده يعني، فاهم هيتحمله ازاي؟ فبالتالي المحاكم هي قايمه بالجزء ده. وبالتالي اخر احصائيه ان محاكم اسكندريه فيها كم فظيع، ومحكمه الاسره بالذات دايما يعني رقم حالات طلاق كتيره قوي، رقم بالتالي يعني فظيع، هو رقم لا اتذكره ولكن رقم صعب. لان كده احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا حتى يعني. والمشكله يعني يا مستر دلوقتي بيقول لك ان هم بيكونوا يعني بينهم وبين بعض قصه حب رهيبه قوي، بس مع الحياه الزوجيه كده بتلاقي بيحصل مشاكل طبعا. بتتلاشى لان اللي جاي كله ضغوط 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 ضغوط، فمفيش مجال للايه؟ للراحه ولا ريكريشن حتى استجمام، لا كله يعني ضغوط. فطبعا كانت الضغوط دي ما الانسان هيعمل ايه بقى؟ ما صعب يتحمل ده كله. تمام. محتاج بس ان ايه؟ يكون في قابليه للايه؟ اللي هو الاستحواذ. تمام. الفهم الكامل. تمام. تمام. عرض النقاط بنظام منطقي، ما يبقاش فيه فرض سيطره. في برضه نقطه مهمه جدا ودي شفتها قدامي، ايه؟ التعود على شيء في بيت الاسره والمطالب به الزوج ان هو يحققه في بيته هو. يعني ما هو ده النقطه اللي انا اتكلمت فيها، كل واحد اتربى بطريقه مختلفه وتعود على حاجه يعني مختلفه. اعرف بعضهم يعني دايما عايشه على دليفري، ما بتعرفش تطبخ نهائي. ايوه. طب الزوج ميزانيته محدوده، طبعا ما تسمحش لكده، ما تسمحش دليفري كل يوم، دليفري كل يوم، يبقى الراجل ده هيشتغل خمس ست شغلانات. طيب بس انا دلوقتي عندي اشكاليه، دلوقتي حضرتك عارفها ان هي هاي كلاس او بنت ناس قوي، فمكان ما كانتش تنفع من البدايه، فانا دايما بقول اختار الشخص اللي هو يكون مناسب ليك، او ان هي تتعلم مثلا في بيت باباها ومامتها قبل ما تتجوز. ولا هي ترجع بقى للاختيار و ايوه ما هو اختيار برضو ايوه غلطان، والنصيب بيحكم بكده، بس برضه في درجه من التخطيط. تمام. والوعي ان هيبقى في تغيير في ظروف الحياه. ما هي برضه لازم تكون ايه؟ الموضوع مش وردي. ايوه ما انا قلت ايوه فعلا، الحاجات اللي احنا بنشوفها في المسلسلات التركي والهندي والرومانسيه المسلسلات عالم ده شيء مختلف طبعا عن الواقع تماما. لا لا والناس الحقيقه طبعا لا، ما هي الاشكاليه كلها متمثله في هنا، ان انا دلوقتي بشوف بقى في التلفزيون الله الحياه وردي وجميله والحب حلو قوي وورود لا وبيجيب لها لا لا وبتشوف مثلا نجيب لها عربيه هديه يعني شايف في المسلسل العربية هدي الله. طب في ارض الواقع ده هو يعني شغال شغله واثنين وثلاثه علشان يعيشنا بس كويس بالظبط، ازاي حضرتك تطلبيه بكل ده؟ فالواقع مختلف تماما عن المسلسلات والافلام والامور اللي احنا بنشوفها. نصيحتنا للناس الافاضل، محدش يتابع اللي بيحصل في المسلسلات، في جزء كبير جدا وهم او خيال او درجه من الرفاهيه. وبالنسبه طبعا للستات رفقا بالرجال ده اللعيب والراحه، يعني الحياه والله العظيم جميله وبسيطه وسهله جدا، فانت لما تفرحي شريك حياتك هو كمان هيفرحك. هو كده الموضوع طبعا طويل طويل جدا ونتكلم فيه كتير مختلفة. جدا. تمام. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا وسعدنا جدا، ونتمنى نكون افدنا حضراتكم طلابنا الاعزاء. طلابنا الاعزاء طبعا اهم حاجه. وتحيه خاصه لمدرسه بتاع الحرب المنتزه اسكندريه، استاذه انتصار سليم حبيبتي حبيبتي، ربنا يوفقك ان شاء الله في اداره مدرستنا، ونرجع كما كنا في الماضي ان شاء الله منورين وشهرتنا فائقه. وشكر طبعا خاص لمستر جميل عزيز، مستر جميل راضي، موجهنا اللغه الانجليزيه. انا بشكره جدا على التعاون المستمر، يعني ما شاء الله لا يتوقف عن مساعدتنا وامدادنا باي نصيحه. الحمد لله. اي شيء لا يتوقف ابدا، فكل الشكر والتقدير لصف التوجيه اللغه الانجليزيه اداره المنتزه محافظه اسكندريه. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.